السلام عليكم، راح أشرح لكم بهالمقطع الشابتر الثالث من مادة الفارماكولوجي واللي هو يتكلم عن الفارماكوداينامكس. فهنا في بداية الشابتر عرف لنا الفارماكوداينامكس. الفارماكوداينامكس هو مصطلح يوصف لنا كيف الدراج يوصل إلى خلية معينة أو يوصل إلى التارجت سيل. فهنا قال إن الفارماكوديناميك is a study of the biochemical and physiological effects of a drug and their mechanism of action، اللي هو الطريقة اللي بيستخدم فيها الدراج، الخصائص البيوكيميائية اللي موجودة في الجسم والعمليات الفسيولوجية علشان يأثر ويسوي أكشن في خلية معينة. برضو يتضمن عدة أمور، منها أو لها تعريف ثاني واللي هو study of interaction between drug and molecular target، يعني يقيس التفاعل بين الدراج معين والتفاعل بين خلية معينة وكيف راح يوصلها. برضو يتضمن لنا what the drug does to the body، اللي هو إيش بيسوي الدراج في الجسم، واللي هو مثل ما قلنا من قبل كيف بيوصل أو بيسوي الدراج targeting حق سل معينة. برضو هنا قال إن drugs must interact أو bind with target to produce response، يعني إن الدراج نفسه أو الدواء لازم يرتبط بالتارجت سل عشان يكون فيه response. يعني مثلا لو أنا أخذت دواء والدواء هذا التارجت سل حقته هي الخلايا العضلية، لكن الدراج هذا راح للخلايا الدهنية فما راح يكون عندنا فيه response. آخر نقطة هنا قال لنا أن magnitude of response أو اللي هو حجم response أو مدى فعالية response حق دراج معين تعتمد على concentration، على تركيز الدواء اللي يرتبط بالخلية والavailability of its targets، يعني اللي هو إذا كانت الخلايا المفروض يرتبط فيها الدواء متاحة أنها تأخذ دواء أو لا. ففي حال مثلا نحن أخذنا concentration عالي من الدواء ونتوقع أن إحنا بس هذا اللي نحتاجه، لا، المفروض ان احنا نتأكد ان الخلايا في الجسم بتستقبل هذا الدواء. هنا بعد عندنا principles او بعض المبادئ اللي لازم نعرفها عن الدراجز، واللي هو ان الدراجز don't impart new function on the body only modify exciting functions، يعني ان احنا الدواء لما ناخذه ما ناخذ الدواء علشان يسوي عمليات جديدة على الجسم، بس ان احنا ناخذه عشان يعدل العمليات اللي موجودة. يعني مثلا لما يجيني مريض السكري واعطيه انسولين، فالانسولين اللي انا بعطيه اياه بيؤدي نفس نشاط الانسولين اللي هو اصلا اوريدي موجود في جسمه، فبالتالي احنا عدلنا على عمليات الجسم، ما عطيناه نيو فانكشنز بسبب دراج معين. هي بعد قال ان الانترياكت وذ مولكيولر تارجت اور دي ان اي تريجر، يعني ان الموديفيكيشن اللي بيسوي انه يتفاعل مع تريجر معين، تارجت معينه او اللي هي خليه معينه، او انه بيتفاعل مع الدي ان اي اللي موجود عندنا، وبيؤدي الى عده اشياء، اما انه بيسوي لنا سيميوليشن او اللي هو بيفعل او بنشط عمليه معينه، او انه بيسوي ديبريشن واللي هو انه بيحاول يسوي انهيبيشن او يهبط عمليه معينه، او يسوي ريتيشن واللي هو بشكل عام مثل ما أخذنا من قبل أنه مو كل العمليات اللي بيسوونها الأدوية ممكن تكون جيدة، لا، ممكن تسبب اضطرابات في الجسم. ممكن تكون أدوية بمثابة replacement، مثلا لما يجيني patient في thyroidism أعطيه أدوية حق هرمون الغدة الدرقية، وبالتالي أنا قاعدة أساعده وأسوي replace للهرمونات اللي هو فقدها علشان يكمل حياته، أو أنها تكون cytotoxic action واللي هي تكون نشاط سام على الجسم. طيب هنا عندنا بعد بعض الترمز أو terminologies اللي إحنا لازم نعرفهم في هالشابتر. أول terminology واللي هو الليجند. الليجند اللي هي عبارة any molecule which attach selectively to particular receptor، يعني في الخلية لما تجيني بشكل عام ممكن تجيني بهالشكل، في لها عدة أنواع من الريسبتورز. فالدراج في الجسم لما يدخل في أي ريسبتور بالضبط راح يرتبط، بينما لازم نفرق بينها وبين السبيسيفايتي. السبيسيفايتي هي عبارة عن البايندينج أو الانترياكتينج مع سينجل تايب أوف ريسبتورز، بالإضافة إلى أن هالريسبتورز مو موجودة إلا في ليميتد نمبر أوف سيلز. يعني في المصطلح الأول اللي هو الليجند، ممكن يكون الريسبتور موجود في كل الخلايا، مثلا أنا أخذ دواء للخلايا العضلية فممكن كل الريسبتور موجود في الخلايا
العضلية بس، لكن ما يكون موجود في الخلايا الدهنية، على عكس السبيسيفايتي. السبيسيفايتي ممكن أنا أخذ دواء للخلايا العضلية، لكن برضو حتى الخلايا العضلية مو كل خلية مثل الثانية، مو كل خلية عندها الريسبتور هذا. المصطلح اللي بعدهم اللي هو الانفينيتي. الانفينيتي اللي هي عبارة سترينغث أو مدى قوة الرابطة اللي موجودة بين الدراج والريسبتور اللي موجود على الخلية. ورابع مصطلح والأخير واللي هو الانترنسيك اكتيفيتي، واللي هو الكاباسيتي تو انديوس فانكشنال تشينج ان ريسبتور، يعني قديش الدراج هذا بيسوي أنشطة وبيسوي فاكشن على الريسبتور اللي هو ارتبط فيه. هنا بعد في السلايد هذه تكلمنا لها عن أن كيف الخلية تسوي تارجتينج أو الدراج يسوي تارجتينج حق خلية معينة. هنا قال أن الـ agents only work when they are bound. الـ agents اللي هي المقصود فيها الدراج بشكل عام، أو حتى ممكن تكون هرمونات من نفس الجسم، أو حتى ممكن تكون مواد كيميائية. فأي شيء بيكون موجود في جسمنا only work when they are bound، يعني ما راح يأثرون على الخلايا اللي موجودة في جسمنا إلا لما يرتبطون فيها. هنا بعد قال أن critical drug binding set mean drug target، يعني أن كل drug معين بيرتبط بدراج سيت معينة خاصة فيها، بالتالي راح يكون عندنا هنا صار عملية التارجتينج، أو اللي خلينا نقول عنها الاستهداف، أن كل نوع من الدراج بيستهدف نوع خلايا معينة. هنا بعد في النقطة الثالثة قال An ideal drug would interact with only one molecular target، يعني أن كل الدراج حد أنه يرتبط بتارجت واحدة بس أو خلية واحدة بس. تمام، هنا قال أنها بعد بتسوي بس only one effect، يعني بتسوي وظيفة معينة أو تغيير واحد بس على الخلية، وهذا هو معنى مصطلح specificity. أما بالنسبة لمصطلح selectivity هنا قال تقريبا العكس، قال أن في الحقيقة no drug completely interact with one target، يعني في الحقيقة أن الدواء لما يدخل في جسمنا مو بس بيرتبط بالخلية التارجت اللي إحنا بنسويها، لا، ممكن يرتبط بأكثر من خلية، لكن ممكن يفضل أنه يرتبط بنوع معين من الريسبتورز ونوع معين من الخلايا، هالشيء اسمه selectivity. لكن هنا لازم نفهم الفرق بينهم، ان هنا في السبيسيفايتي انه يرتبط بنوع معين من الخلية اللي هو يفضلها، بالتالي بيكون عندنا هين فيها افكت، لكن هنا في السليكتبليتي ممكن انه يرتبط باكثر من نوع من الخلايا، لكن البريفرنس حقه بيخليه يرتبط بنوع معين من الخلايا اكثر من النوع الثاني، والارتباط مع الخلايا اللي هو ما يفضلها ما راح ينتج عنها اي افكت. طيب احنا بما ان احنا هنا في هالسلايد قاعدين نتكلم عن التارجت وكيف دراج معين يرتبط بريسبتور معين عند خلية معينة، فهنا لازم نتكلم او نعرف الانتر رياكشنز اللي ممكن تصير انواع الروابط. هنا عندنا اربعة انواع او اربعة انتر رياكشنز ممكن تصير. النوع الاول واللي هو الايونيك باوند. الايونيك باوند باختصار اللي هي التفاعل الكيميائي اللي بيكون عندنا ايونات. فهنا قال كتعريف ميتال اوتوم لوز اللي هو خلينا نقول عنها الاوتومات او الذرات المعدنيه او اللي هو تعتبر كمعادن، تخسر او تفقد الكترونات وتعطيها للنان ميتال اوتوم. كمثال هنا عندنا ال Na راح يعطي الكترونه لل Cl، بالتالي بيكون عندنا Na موجب الشحنه او اللي هو عنده ايون موجب، وCl راح يكون عنده ايون سالب. بالنسبة للرابطة الثانية واللي هي الكوفالنت باوند. الكوفالنت باوند اللي هي رابطة اللي بتسوي شيرينج بالالكترونات حقتها، تحديدا هذه المعادن راح تكون نان ميتال، او يعني اللي هي العناصر الغير معدنية. يعني مثلا الاكسجين عندنا هنا فيه ثنتين وثنتين راح يتشاركهم مع بعض، بالتالي راح يكون عندنا O2. نفس الشيء الهيدروجين، الهيدروجين راح يتشاركون الالكترونات اللي موجودة عندهم، بالتالي راح يكون عندنا H2. فالمهم هنا في هذه الباوند لازم نعرف انها تصير بين النان ميتاليك اوتومز، اما هنا العكس، هنا بتصير هذه الباوند بين الميتال ايونز او اللي هو العناصر اللي نعتبرها احنا معادن. هذه في هذه الباوند راح يكون عندنا بوزيتيف ميتال ايونز
attract conducting electrons، يعني إن المعادن عندها أيونات موجبة، الأيونات هذه راح تتحول إلى إلكترون. أما بالنسبة للهيدروجين باوند فهي تعتبر very strong bound، أو اللي هي أقوى رابطة موجودة من بينهم، واللي هو من اسمها هيدروجين باوند، يعني فيها عنصر الهيدروجين بيرتبط مع 3 عناصر، يرتبط مع الأكسجين، أو ممكن يرتبط مع الفلورين، أو ممكن حتى يرتبط مع النيتروجين. وبالمناسبة بعد الميتابوليك باوند تعتبر ضعيفة، أما الهيدروجين باوند تعتبر هي القوية من بينهم. هنا ذكر لنا إيش هي أنواع التارجتس اللي يقدر الدراج اللي إحنا ناخذه إنه يرتبط فيهم. هنا قال إن أما تكون كاير بروتين أو ترانسبورتر، واللي هو يكون حوالين الخلية ترانسبورترز موجودة ويجي الدراج يرتبط فيهم، أو من خلال إنزيمات، أو اللي هي الإنزيمات اللي موجودة في الجسم تساعد إلى الدراج يكون أو إنه يرتبط بخلية معينة، أو من خلال الأيون تشانلز، واللي هي عبارة عن قنوات موجودة على جدار الخلية تخلي الأيونات حقت الدواء تدخل بالتالي تتفاعل مع الخلية، أو من خلال الريسبتورز أو المستقبلات. هنا بعد شرح لنا كيف مثلا لو دراج معين ارتبط بريسبتور معينة، فكيف راح يعبر جدار الخلية عشان يدخل داخل الخلية ويسوي فيها تفاعلات. فهنا ذكر لنا عدة أمور اللي هي الباسف ترانسبورت والأكتف ترانسبورت، اللي هي فيها نوعين سكندري وبرايمري. فهنا لو نكبر الشاشة شوي بنلاقي إن الباسف ترانسبورت اللي هو يعتمد على الكونسنتريشن، يعني يعتمد على التركيز. مثلا التركيز داخل الخلية يكون مرتفع، فبالتالي تضطر الخلية انها تخفف شوي من التركيز حقها، فتطلع شوي من المواد اللي فيها على برا، واللي هو يعتبر اللي هو برا الخلية يعتبر low concentration، فبالتالي هالعملية هذه ما راح تتطلب ATP أو اللي هو طاقة أو إنرجي من الخلية، لا، بس اللهم أن التركيز العالي بيحاول أنه ينتقل لبرا الخلية. نجي للأكتف ترانسبورت. الأكتف ترانسبورت لا، بالعكس بيحتاج ATP، لأن العملية هذه أنها باختصار تأخذ من اللو كونسنتريشن وتحاول أنه تدخل غصب داخل الخلية، رغم أن الخلية تعتبر هاي كونسنتريشن، فهالشيء أو العملية هذه تتطلب طاقة. أما بالنسبة للسكندري أكتف ترانسبورت، فهنا قال أنه could transport powered by ions، يعني اللي بيميز هنا النوع هذه انها راح تنقل، لكن مو بناء على الكونسنتريشن، لا، بناء على الايونات. هنا نجي للانزيم. الانزيم هنا يعتبر biological catalyst. catalyst يعني اللي تعتبر simulation، او اللي هي تحفز الجسم على انه يسوي reaction او function معينة. وهنا بالنسبة للنقطة اللي بعدها قال إن الدراجز أحيانا ممكن تتفاعل مع إنزيم معين، وبيؤدي هالشيء إلى إن الإنزيم هو اللي بروح يسوي الوظيفة اللي يبغاها للدراج، بدل ما يروح للدراج instead of substrate، يعني بدل ما يروح للدراج نفسه ويروح يرتبط بالخلية ويسوي التفاعلات اللي هو يبيها، لا، يروح يغير إنزيم معين، الإنزيم هذا هو اللي يروح يرتبط بالخلية ويسوي الشغلة هذه. الإفكت أو الأوتكوم أو النتيجة راح تكون عبارة عن إنه alter enzyme activity to get altered themselves، يعني إنه النتيجة باختصار راح يتغير الإنزيم، راح تغير طبيعة الإنزيم الطبيعية في الجسم عشان تسوي وظيفة معينة. هنا عندنا مثال بسيط واللي هو عن إنزيم معين. مثلا نفترض أن إحنا الحين مزكمين، تمام؟ ليس كان بيكون عبارة عن فيفر، عبارة عن بين، تمام؟ يعتبر نوع من أنواع الإنفلاميشن، تمام؟ ففي حالة الزكام هذه بيطلع لنا إنزيم اسمه سايكلو أكسجينيز، أو اللي هو اختصاره COX. الإنزيم هذا راح يخلينا أو راح يتفاعل مع مادة ثانية اسمها BG في الجسم، بالتالي راح نحس بالفيفر، وراح نحس بالبين حق الانفلاميشن اللي احنا موجودة فينا. فلما في هالحالة هذه ناخذ الاسبرين، الاسبرين هنا راح يغير وراح يهبط الـ COX
عشان بالتالي ما يروح يتفاعل مع البي جي، بالتالي راح يقل شعورنا بالفيفر والبين. هنا بعد ذكرنا أمثلة على إنزيمات موجودة في الجسم ومنها الأكسيدو ريديوكتيز. الإنزيم هذا يشتغل أو يفعل عملية الأكسيديشن. الأكسيديشن اللي إحنا نعرفها بناء على اسمها، اللي هي عملية إضافة الأكسجين في التفاعل، لكن هنا الشغل اللي بيسويه الإنزيم هذا إنه يضيف لنا إلكترونات في التفاعلات حقتنا، بالتالي راح ينشط الإلكترونات هذه، راح ينشط التفاعل، وراح يصير لها traveling from one molecules to another، يعني إنه راح يصير فيه تنقل وانتشار للدواء حقنا بسبب هذا الإنزيم. الإنزيم اللي بعده واللي هو الترانسفيريسس. الترانسفيريسس هنا هو إنزيم بيساعد إلى من اسمه ترانس يعني بيسوي ترانسبورتيشن. إيش بينقل لنا؟ بينقل لنا اللي هو functional group among acceptors and donor molecules، يعني نفس تقريبا شغل الرابطة الأيونية، واللي هي قلنا إنها تنقل الأيونات من دونر إلى ثاني. فهنا مثلاً الـ Na إلى الـ Cl راح تحاول إلى أنها تنشط ما بينهم عشان ينتقل أسرع ويكون في مفعول أقوى. اللي بعدها واللي هي الهيدروليسيس. الهيدروليسيس من اسمها بتستخدم عملية الهيدروليسيس عشان تسوي reaction by adding water to cleave the bond and hydrolyze it. يعني مثلا تشوف رابطة كيميائية موجودة في الجسم، فتحاول انها تضيف لها water او ماء بهدف الى انها تصفي هذه الرابطة وتضيف عليها هيدروجين، بالتالي الرابطة هذه راح تقوى. الإنزيم اللي بعده اللي هو اللياسس. اللياسس اللي هو يضيف واحدة من الثلاثة مكونات هذه، اللي هي إما أنها تكون ووتر، أما أنها تكون كربون، أو إما أنها تكون أمونيا، والهدف من الإضافة واحدة من المواد هذه تكريت دبل باوند، بالتالي الباوند هذه راح تقوى وصعب أنها تتفكك وتظل التفاعل الكيميائي موجود لأطول فترة ممكنة. بالنسبة للإنزيم قبل الأخير واللي هو الأيسوميريسيس. الأيسوميريسيس هو عبارة عن تقريبا أشياء شبيهة بالإنزيمات هذه، الهدف منها أنها تسوي كاتاليز أو اللي هي تنشط عملية معينة. العملية هذه عبارة عن أنها تحاول تغير أو change in the shape of the molecule، اللي هو مثلا drug معين تحاول أنها تغير شكله وتحسن شكله عشان الخلايا في الجسم تقدر تستقبله وتتفاعل معه. آخر واحدة واللي هو إنزيم الليجيسس. الليجيسس مسؤول عن عملية أو بروسيس اسمها الليجيشن. الليجيشن هي عبارة عن إيش؟ عبارة عن أنها مثلا تحاول أنها تربط المواد البسيطة مع بعض. يعني مثلا في جسمنا لو عندي أمينو أسد قاعد يمشي لحاله وأمينو أسد ثاني يمشي لحاله، فيحاول أنه يكون بينهم رابطة عشان يتكونون مع بعض ويسوون بروتين. هنا اللي بعدها واللي هو الأيون تشانلز. الأيون تشانلز أو اللي هي قنوات الأيونات تعتبر نوع من أنواع البروتينات. هالنوع هذا راح يساعد إلى أو بيسوي لنا passage of ions، يعني بيخلي الأيونات اللي برا الخلية أو اللي داخل الخلية تعبر وتطلع وتدخل من الخلية عادي. هنا بعد قال إن certain drugs target ion channels، إن بعض الدراج ممكن ما تستخدم إنزيمات أو ما تستخدم واحدة من الطرق اللي ذكرناها من ساعة، لا، ممكن أنها تعبر الخلية من خلال الأيون تشانلز. هنا كمثال عليها اللي هو المخدرات الموضعية والصوديوم. هنا إيش بيصير؟ في الوضع الطبيعي للخلية يعني بدون استخدام أي تخدير موضعي، في العادة أن الصوديوم اللي موجود برا الخلية يعبر الخلية، بالتالي هنا إحنا راح نحس بالألم أو راح نحس بالوجع أو يعني ما إلى ذلك، يعني بيكون الإحساس موجود. لكن في حال أني أنا استخدمت التخدير الموضعي، فهنا الريسبتور هذا راح يتسكر، بالتالي الصوديوم ما راح يقدر يعبر، بالتالي إحنا ما راح نحس بالألم. هنا نجي للريسبتورز واللي هو تعتبر نوع من أنواع اللارج بروتينز أو اللي هو بروتينات
تعتبر جروب بروتينات كبير. هذه البروتينات serve as molecular target for drugs، يعني هي اللي بتحدد إيش يرتبط بالخلية وإيش الدراجز اللي ما ترتبط بالخلية. عشان هالشكل أنا قلت لما أخذ دواء للخلايا العضلية مستحيل أن هالدواء أو نادرا ما أن الدواء بيرتبط بخلية ثانية غير الخلية العضلية. فبالشيء هذا بسبب إلى أنه يأثر أو يحدد لنا الكيميكال أو الانتر رياكشن المعين اللي بيصير في كل خلية. هنا قال أنه الريسبتورز هذه بتساعد بس انها ترتبط بالدراجز، ممكن حتى الهرمونات، هرمون معين يرتبط بخلية معينة بالتالي يكون لها تأثير معين، وحتى بالنسبة للنيورو ترانسميترز او النواقل العصبية. فنتيجة الارتباط واحدة من هذولا راح يكون عندي physiological response، بالتالي راح يكون في modification او تعديل على نشاط الخلية او الفانكشن حقت الخلية. هنا بعد قال أن certain portion of a drug molecule interact with receptor، هالشي بعطينا response. يعني بشكل عام إحنا نحتاج دوز معينة من كل الدراج علشان جرعة من الدواء هذه تقدر توصل للريسبتورز حقة الخلية وترتبط فيها، بالتالي يكون عندنا function أو interaction، بالتالي نحصل على response أو على مفعول للدواء. وهنا بقية الكلام شرح لنا اللي هو الصورة هذه أو الرسمة هذه. الريسبتور هنا نقدر باختصار أو الريسبتور والهرمون مثلا أو الدراج أو النيورو ترانسميتر نقدر نمثلهم بالباب والمفتاح. فالريسبتور هنا يعتبر هو الباب، والباب هذا ما يتسكر أو ينفتح إلا بهرمون معين، ويكون الريسبتور هذا بمثابة القفل على الباب. فمثلا لو كان مثلا الريسبتور هذا شكله على شكل مثلث بس، فالهرمون هذا ما راح يقدر يرتبط بالخلية، فبالتالي ما راح يكون عندنا فيه ريسبونس أو ما راح يكون في عندنا انتر رياكشن. هنا كتكملة للريسبتورز قال أن 50 إلى 70% من الدراجز أكت باي بيندينج تو ريسبتورز، يعني النسبة 50 إلى 70% ترتبط بالريسبتورز، يعني الريسبتورز هي شيء أساسي في علم الفارماكولوجي. برضه هنا قال في النقطة الثانية الريسبتورز are normally named after their natural agonist، يعني مثلا عندنا الريسبتور حق الأسيتيلكولين اسمه أسيتيلكولين ريسبتور، يعني معناتها الريسبتور اللي بس يرتبط مع الأسيتيلكولين. برضه هنا في النقطة الثالثة قال any agent اللي هو سواء كان drug, chemical, neurotransmitter أو hormone that capable of binding receptor اسمه ligand، يعني أي مادة كيميائية سواء كانت هرمون أو drug أو chemical مستعدة أنها ترتبط بريسبتور معين نسميها ligand. هنا بعد عندنا تعريف ثاني واللي هو ligand that bind receptors and activates it، يعني الligand بعد ما يرتبط بالريسبتور نسميه agonist. وهنا بعد لازم نركز على كلمة activate، يعني يكون في تفاعل ويكون في عندنا تغيير في الفانكشن حقت الخلية. فباختصار عندنا هنا مثلا receptor مع agonist لو ارتبطوا مع بعض بيكون عندنا رابطة اسمها receptor agonist complex، واللي هو بيكون فيها response أو يكون فيها تفاعل كيميائي. أما لو الليجند ارتبط مع ريسبتور بس ما صار فيه activation لها فهنا نسميها antagonist. antagonist يعني ريسبتور مع antagonist ما بيكون عندنا رابطة اسمها ريسبتور antagonist complex بس ما بيكون فيه response. هنا في السلايد هذه بدأ يذكر لنا أنواع أو الفاميليز حقت الريسبتورز. أول نوع اللي هو ligand gated ion channels، من اسمها هي عبارة عن قناة للأيونات تكون موجودة على السل ممبرين. هنا قال أن هذه القناة تكون على شكل بور أو على شكل حفر مثل ما احنا نشوف في هذه الصورة، وهذه البورز تسمح للبسيج أو للمرور الأيونز إلى الخلية. طبعا هذه القنوات تعتبر رابد أو تعتبر سريعة، ولو مر الدواء من خلالها راح نلاقي رسبون أسرع. برضو بالنسبة للنوع الثاني واللي هو الجي بروتين كابلد ريسبتورز، واللي هو عبارة عن نفس الشيء تكون موجودة على جدار الخلية مثل ما احنا شايفين في الصورة الثانية.
طريقة شغلها باختصار اللي هي هذه الريسبتور الثاني أو النوع الثاني من الريسبتورز، هو أن هذه الريسبتور يكون موجود عبارة عن نوع من أنواع البروتينات موجودة على سطح الخلية، يجي لها نيورو ترانسميتر أو ناقل عصبي ويفعلها. بعد ما تتفعل وتشتغل راح تروح ترتبط بنوع من أنواع البروتينات اسمه الجي بروتين. بعد ما تتفعل وترتبط بالجي بروتين، هنا راح تبدأ تفعل جدار الخلية كامل وتأثر على سيستم الخلية كامل وتخليه يتقبل الدواء. فهنا قال في النقطة الثانية من النوع الثاني linked to G protein that active other system following agonist binding، يعني تفعل أو تنشط جدار الخلية عشان تخليه يستقبل الأجونست أو الدراج اللي إحنا أخذناه. هنا بعد قال إنها تعتبر سلوور من الطريقة الأولى اللي هي ligand gated ion channels. هنا بالنسبة للنوع الثالث من الريسبتورز يشبه النوع الثاني، لكن بدال ما يكون جي بروتين لا، هنا بيرتبط مع التيروسين كينيز لينكد ريسبتورز. فالتيروسين كينيز لينكد ريسبتورز نفس الشيء، تكون عبارة عن ريسبتورز موجودة على سطح الخلية تتصل فيها أو تتصل فيها شيء اسمه التيروسين واللي هو نوع من أنواع البروتينات. وظيفة النوع من البروتينات أنه أول ما تجيه إشارة ينشط الريسبتور هذا، بالتالي الريسبتور هذا بينشط جدار الخلية كامل عشان يستقبل الدواء، تشبه الطريقة اللي فوق. هنا بعد قال في آخر شيء أنها تعتبر much slower، أبطأ من الطريقتين اللي قبلهم. هنا نجي لآخر نوع من الريسبتورز واللي هو nuclear receptors، هي باختصار receptors عكس غيرها أو غير عن بقية الريسبتورز. بقية الريسبتورز قلنا أنها موجودة on cell membrane، لكن هذه الريسبتور الوحيدة اللي تكون موجودة في السيتوبلازم، يعني في الفلويدز اللي موجودة في الخلية. لكن في حال أنها تنشطت أو صار لها activation، فهي على طول تنتقل من السيتوبلازم إلى النيوكلير اللي هو هذه مركز الخلية. هنا بعد قال directly regulate gene transcription، واللي هي وظيفتها انها تسوي transcription حق الجينات. برضه هنا قال must be lipid soluble، او اللي هو الليجند او الدراج او الهرمون اللي بيتفاعل مع النوع من الريسبتورز، لكن لازم يكون lipid soluble to cross membrane and bind receptors. ان هي وظيفتها انها تشتغل او تسوي ترانسكريبشن حق الجين، والجين موجود في النيوكلير، والنيوكلير اوريدي مغطى بالدهون او بالفوسفوليبيد. فهي الدراجز او الليجندز اللي بتشتغل عليها او اللي هي بتاثر على ترانسكريبشن لازم تكون ليبيد سولبل. اخر نقطه ريسبونس تايم سيميلر تو تي كي ال ار، او اللي هو تايروسين كينيز لينكد ريسبتورز، بس انها برضو تكون ابطأ. يعني هذه الطريقة هي ابطأ واحدة من كل انواع الريسبتورز الثانية. هنا بعد نجي للسؤال اللي بعدها واللي تكلم لنا عن الريسبتور اكيوبانسي، او اللي هو قديش لازم الدراج ياخذ من حيز في الريسبتورز عشان يصير فيه افكت ويصير فيه انتر رياكشن. هنا قال او عندنا نوعين من الكيوبانسي، واللي هو البارتيال اغونست والفول اغونست. البارتيال اغونست واللي هو من اسمه انه يرتبط 100% من الريسبتورز، يعني يرتبط بكل الريسبتورز اللي متاحه له، لكن بريديوس سب ماكسيمال تيشو ريسبتورز، واللي هو التاثير حقه يكون اقل من الماكس او اللي هو الحد الاقصى من التفاعل، على عكس الفول اغونست. الفول اغونست هنا بايند 100% ريسبتورز، يرتبط بكل الريسبتورز اللي متاحه له، وبرضه يوصل للماكسيمال تيشو ريسبونس او يوصل للحد الاقصى من الدراج. هنا بالنسبه للنوع الثالث واللي هو السبير ريسبتورز، السبير ريسبتورز هي من اسمها انها ما ترتبط ب 100% من الريسبتورز، لا ترتبط بعدد بسيط، او لو افترضنا انه 1% من الريسبتورز بس يرتبط فيها. والمميز فيها النوع من الاكيوبنسي انه حتى لو ارتبط ب1% من الريسبتورز، فحتى الريسبتورز الباقية اللي ما ارتبط فيهم ممكن انها تتأثر وتشارك في الانتر رياكشن، عشان هالشكل صار اسمها السبير ريسبتورز.
هنا بعد عندنا مصطلحين لازم نعرفهم. المصطلح الأول واللي هو الإفكاسي. الإفكاسي اللي هي الأبيلتي أوف دراج، اللي هو قدرة الدواء على أنه يشكل باوند أو يرتبط بالريسبتورز اللي موجودة عنده. بالنسبة للأفينيتي اللي هو يشكل أو يمثل سترينث، أو اللي هو مدى قوة الرابطة اللي انشأت بين التارجت أو بين الريسبتور وبين الدراج. هنا بعد نجي للدوس ريسبونس ريليشن شيب، واللي هو العلاقة بين ريسبونس أو اللي هو ردة فعل الجسم على جرعة من دواء معين. فهنا قال إن الأجونست هاف هاي efficacy، واللي هي الأجونست اللي هو مثل ما قلنا الأشياء أو المواد اللي تعزز لنا أو تكون لنا تفاعل. أما الأنتاجونست من اسمها أنتاجونست يعني ما بتسوي تفاعل حتى لو ارتبطت بالتارجت سيل حقتها، فهنا بيكون زيرو efficacy. بعد النقطة الثانية، when agonist is administered يعني أول ما ناخذ للدراج amount of response increase، يعني بيكون فيه response أو بيكون فيه ردة فعل نتيجة للدواء اللي إحنا خذنا. in portion to does أو اللي هو كردة فعل الدز اللي إحنا أخذناها until all receptors are saturated، إلى أن يتوزع الدراج اللي إحنا أخذناه على كل receptors المتاحة له. وبعد ما يتوزع الدواء على كل الريسبتورز المتاحة له، حتى لو سويت increasing للساتوريشن أو أخذت دواء زيادة أو أخذت جرعة ثانية على طول بعدها، فما بيكون في زيادة للإفكت أو للريسبونس حقت الدواء هذا. يعني باختصار في حد معين أو في concentration معينة الجسم يشتغل عليها، وحتى لو زدت عن هالconcentration هذا فما راح يكون في أي زيادة في المفعول. والconcentration هذا ينحسب من خلال هذه الإيكويشن. لو افترضنا أن E هي تمثل الconcentration، والE max اللي هو الماكسيمال efficacy، والE EC 50 اللي هو التفاعل اللي هو يمثل 50% من الماكسيمم response أو اللي هو نص التفاعل المطلوب من الدواء. وهنا آخر شيء قال لنا إنه when bloated أو لما يكون لو نمثل هذه العلاقة أو هذه النتائج الإكويشن هذه على رسم بياني، راح نلاحظ إنه صار عندنا hyperbolic curve أو اللي هو مثل ما موجود في هذه السلايدة. هنا بعد في السلايدة هذه قال إنه if amount of response is bloated، يعني لو جبت ردة فعل الجسم أو response لو حطيناها في رسم بياني مع الدوز اللي احنا خذيناها، بيكون عندنا كارف اسمه سيجمود كارف أو اللي هو الاس شيبد كارف، واللي هو الكارف اللي يجي على هالشكل، يعني صاير اس شيب كارف، يعني كأنه بهالشكل، كأنه على شكل حرف اس. طبعا الفرق بينها وبين اللي قبلها ان هذه الرسبون مع الدوز عطتنا الاس شيبد كارف، اما هنا بالنسبة لهذه فهنا قال إن هذه تمثل العلاقة بين الconcentration والعلاقة بين الرسبون اللي إحنا أخذناه من الconcentration حق دواء معين. فهذه العلاقة عطتنا الكارف هذا اللي تقريبا كأنه شكل حاجب، أما هنا عطتنا اللي هو S-shaped curve. طيب ففي النقطة الثانية ذكر لي إيش الفائدة من هذا الكارف. الفائدة من هذا الكيرف انه يطلع لي او يسوي لي comparing between the potency of the drug. طيب ايش هي البوتنسي؟ اللي هي مدى فعالية الدراج او قديش الدراج يقدر يتفاعل مع الخلية ويحسن من وظائفها. فكل ما كان البوتنسي اعلى لدراج معين، كل ما كان هذا الدراج يعني ممتاز وفعال وثيرابيوتيك اكثر. وهنا بعد البوتنسي ماشي على مبدأ the quality and the quantity، يعني مثلا لو جاني دراج تمام كميته قليلة لكن مفعوله قوي، يعتبر أفضل من الدراج اللي كميته قليلة ومفعولها ضعيف، أو الدراج اللي كميته كبيرة ومفعولها كبير. فكل ما قلت الكمية وكل ما زاد المفعول، كل ما كانت البوتنسي حقتها أفضل وأعلى. هنا بعد قال أن الأدوية اللي ماشية على هالنوع من اللوغاريثم تحتاج أن احنا نزيد الجرعة حقتها والدوز حقتها إن اللوغاريثميك مانر، يعني معناتها ما نقدر ان احنا مثلا الجرعة نعطيها البيشنت 100 بعدين نزيدها 101 بعدين 102، لا ما تنفع، لازم نزيدها 100 بعدين 200 بعدين 400، يعني نزيدها بكميات حيل كبيرة كأن احنا نسوي جامبس بتوين الكميات.
هنا بعد ذكر لنا اللي هو فايدة الرسمة أو السلوب، قال أنها تحدد لنا الانديكيت هاو رابيد تيشو ريسبون تشينج از ذا اجونست داز انكريز، يعني تحدد لنا سرعة استجابة التيشو أو الخلية أو التارجت المعينة مع كل داز إحنا نعطيها من نفس الدواء. برضه هنا قال أن indicate how fast advice may sit in and help in therapeutic safety index، يعني معناتها يبي يشوف أنه متى الدواء يكون فعال، متى الدواء يكون toxic، ومتى الدواء يكون ما له effect أو ما له interaction. فهنا حدد لنا نسبة أن 20 إلى 80% من maximal tissue response، يعني معناتها أن لو كانت نسبة الدواء مثلا 19 أو 18 فمعناته أن الدواء ما له إفكت، ولو كانت الدواء أعلى من 80 يعني كانت 81 82 فمعناته أن الدواء توكسيك. هنا بعد وضح لنا النقطة الأخيرة اللي هو مثل ما قلنا أنها من 20 إلى 80% تعتبر الثيرابيوتيك إفكت، وفوق 80 إلى 100 تعتبر جرعة زايدة ممكن تكون ريسك أو ممكن تكون توكسيك، ولو كانت أقل من 20 فهي تعتبر ساب ثيرابيوتيك إفكت أو ما منها فايدة أو ما منها منفعة علاجية. هنا نجي لمصطلح أو برينسيبل جديد في الفارماكولوجي واللي هو سينرجيزم. سينرجيزم مثل ما موجود هنا اللي هي عبارة عن كلمة إغريقية، ساين معناتها together، إرجن معناتها work، فمعناتها هنا اللي هو الأكشن of one drug is facilitated by other، يعني إن إحنا نخلط دوائين مع بعض بهدف إن الدواء الأول يدعم ويساعد من مفعول الدواء الثاني. هنا بعد في النقطة الثانية قال سواء ان احنا عطينا الدواء او الدوائين مع بعض as peer او مع بعض، يعني both the drugs can have action in the same direction، انه ممكن يكون مفعولهم اثنينهم مع بعض ويساعدون ويدعمون من نفس المفعول، or given alone one may be inactivate but still enhance، يعني انه حتى لو مثلا نفس الدوائين هذولا اخذناهم مثلا أخذنا واحد بعدين انتظرنا فترة وأخذنا الثاني still ممكن أنه يسوي enhancing ويحسن من الأكشن حقت الدواء. طبعا السينرجين في لها عدة أنواع، أول نوع لها اللي هو الأديتيف. الأديتيف اللي هي عبارة عن the effect of the two drugs is in the same direction and simply، يعني أن إحنا نضيف الدراجين مع بعض ممكن يعطينا نفس الأفكت سواء أخذناهم لحالهم أو دمجناهم مع بعض. فهنا ذكر لنا طبعا الكلام اللي هنا ما هو واضح بسبب الخلفية البيضاء، لكن سواء أخذنا الدوائين مع بعض اللي هو دراج A ودراج B أخذناهم مع بعض في نفس الوقت مفعولهم نفس لما ناخذ دراج A لحالة وناخذ دراج B لحالة. كمثال عليه هنا الأسبرين والباراسيتامول. الأسبرين يعتبر خافض للحرارة وبين ريليفر، نفس الشيء الباراسيتامول خافض للحرارة وبين ريليفر. لو افترضنا ان احنا اخذنا الأسبرين لحالة بيعطينا نفس المفعول، بعدها اخذنا الباراسيتامول نفس الشيء بيعطينا نفس المفعول. طيب لو اخذتهم اثنينهم مع بعض برضو نفس الشيء راح يعطيني نفس المفعول، راح يخفض الحرارة وراح يسكن الألم. ها نجي للنوع الثاني واللي هو السوبر اديتيف واللي هو عبارة عن عكس النوع الأول. هنا يقول إن الكومباينيشن أوف is greater than the individual effect، يعني إن لو أخذنا الدوائين مع بعض مفعولهم راح يكون أعلى من لما ناخذ كل دواء لحالها. كمثال عليه هنا عندنا الأدرينالين والكوكايين. الأدرينالين إحنا نعرف إن واحدة من استخداماتها اللي هي تعتبر كإنهبيشن لل allergic reaction أو اللي هو كمهبط في حال أنا صارت عندي ردة فعل تحسسية، والكوكايين نقدر نعتبره كنيور ترانسميتر أو شيء ينشط النواقل العصبية في الجسم. فلما ناخذهم مع بعض الأدرينالين هو قاعد يحاول أنه يهبط الحساسية، لما ندمجه مع النيور ترانسميتر فيستخدمه كناقل، أو كأن الكوكايين يحاول أنه ينشر ردة فعل الأدرينالين فبالتالي بيسوي inhibition للنيورال أبتيك، بالتالي راح تخف ردة فعل التحسسية.
هنا نجي للكومبتيتيف انتاغونست، واللي هي عبارة عن الانتاغونست اللي ترتبط بنفس الريسبتورز حقت الاغونست. يعني مثلا لنفترض ان هذا انا عندي هذا جدار الخلية، تمام؟ فالانتاغونزم يجي يسد مكان او الريسبتور حق الخلية، بالتالي الاغونست او اللي هو الدراج لما يجي يبي يرتبط بالخلية ما يلاقي له مكان، فبالتالي يعتبر هذا كومبتيتيف انتاغونزم. هنا قال ان كيميكال ريسمبلز كيميكالي وذ اغونست، اللي هو يتفاعل كيميائيا نفس تفاعل الاغونست مثل ما شرحنا هنا. بعد هنا قال ان رايت شيفت تو دي ار سي، اللي هي الدي ار سي رمز لل دراج رياكتيف كارف. فلما قال انها رايت شيفت معناته ان مستواها في الدم يقل مع الوقت. فكيف ان احنا نحل هذه المشكلة؟ من خلال ان احنا نسوي انكريزنج للداس حقت الاغونست، يعني نحاول ان نزيد الدراجز او نزيد الداس حقت الدراج علشان هي تحاول انها تدور ريسبتورز ثانية ترتبط فيها بدال اللي خذتها الانتاغونزم. لان اصلا ارتباط الانتاغونزم في الخلية قاعد يسوي ان اكتيفيشن اوف اغونست موليكولز، لان هنا الأغونست ما هو براضي أو ما هو بقادر إنه يرتبط لأن الريسبتور حقه أصلاً مأخوذ. برضو هنا قال لي في النقطة الأخيرة إن الريسبونس depends on concentration of both، يعني يعتمد على حسب الكونسنتريشن حق الأغونست أو الدراج حقنا على حسب الأنتاغونست. هنا بعد ذكر لنا مثال اللي هو المورفين والنالكسون. المورفين هنا يعتبر بين ريليفر أو اللي هو مخفض أو مسكن للألم، والنالكسون يعتبر الدراج يحاول أنه يمنع المورفين من أنه يرتبط. فالأغونست حقنا هو المورفين والأنتاغونست حقنا اللي هو النالكسون. ممكن أن إحنا أو could be used together أن إحنا نستخدمهم مع بعض بهدف أن إحنا نسكن الألم باستخدام المورفين، والنالكسون يحاول أنه يخفي السايد إفكت اللي تجي من المورفين، بالتالي البيشنت يستفيد من المورفين ويصير له تسكين للألم بدون ما تجيه السايد إفكت حقتها. هنا نجي للنوع الثاني واللي هو نون كومبتيتيف انتاغونست. هنا قال ان ديفرنت بايندينج سيت از اوف اغونست، يعني لو افترضنا ان هذا جدار الخلية، تمام، فيه اكثر من ريسبتور، تمام، ففي الحالة هذه واحد من جدران الخلية راح يكون انتاغونست، والنوع الثاني او اللي هو الريسبتور الثاني بيصير فيه الاغونست. فهنا قال ان different binding seeds أو اللي هو راح يتصلون، أو الأغونست والأنتاغونست ما راح يكون اثنينهم قاعدين يتهاوشون على نفس الريسبتور. هنا بعد قال not resembles chemically with agonist، يعني الأنتاغونزم هنا ما راح يتفاعل بشكل كيميائي مع الأغونست، لا، الأنتاغونزم هنا راح يحاول إنه يتفاعل مع الخلية نفسها عشان ما تأخذ 100% من مفعول الأغونست. فبالتالي بيصير عندنا downward shift of drug reaction curve، أو راح نلاحظ لما نسويهم على curve أو على رسمة بيانية إن مفعول الأغونست هنا قاعد ينزل وما قاعد ياخذ الجسم 100% من مفعول الأغونست. هنا بعد قال إن ما راح يحصل الماكسيموم ريسبونس. هنا قال إن الماكسيموم ريسبونس is suppressed، أو اللي هو راح يتم تهبيط الماكسيموم ريسبونس أو اللي هو 100% من الفايدة من الأغونست. هنا بعد ذكرنا أن في هذه الحالة راح يصير في activation of certain receptors مثل ما شرحنا هنا في الرسمة هذه، أن في بعض الريسبتورز ما راح تكون فعالة بسبب وجود الأنتاغونزم فيها. هنا بعد قال أن maximum response depends on concentration of antagonism، يعني على حسب إحنا قديش عندنا من أنتاغونزم في الدم هالشي راح يأثر على الماكسيمم ريسبون، وكل ما كان الانتاغونزم في الدم أقل كل ما كان في فرصة أعلى لحصول الماكسيمم ريسبون. هنا بعد تكلمنا عن البوتنسي واللي هو سبق وذكرناها، قال لنا ان البوتنسي هنا عبارة عن الاماونت اوف دراج أو كمية الداز اللي نحتاجها من
دراج معين علشان يكون لنا فيه افكت او يسوي افكت في الجسم. هنا قال بعد او عرف لنا او قال لنا ان البوتنسي determined by affinity، والافينيتي اللي هو سبق ذكرناها برضو اللي هي عبارة عن قوة الرابطة بين الريسبتور وبين الدراج. طيب ايش هو الدراج اللي يعتبر فيه له بوتنسي؟ هو الدراج اللي الداس حقته causing 50% from the maximal effect. يعني الداز اللي نعتبرها فيها high potency هي الداز أو اللي هو نصف الكمية اللي تعتبر maximal effect حقت الدواء. هنا بعد قال إن الداز response curve أو الكارف هذا راح يحتوي على عدة أمور. أول شيء بيحتوي لنا على نصف الكمية اللي تسبب effect، ونصف الكمية اللي تعتبر toxic، ونصف الكمية اللي ممكن تسبب لنا الوفاة. هنا بعد رجع شرح لنا أو قال لنا أن الأفينيتي هي تعتبر كرفليكشن للبوتنسي. هنا قال لنا أن نصف الكمية اللي تعتبر أفكتف هي الكمية اللي تكون أريد تكون لنا أفينيتي وتكون رابطة قوية بين الريسبتورز وبين الدراج معين، وبالتالي تكون عندنا البوتنسي موجودة. لأن البوتنسي نفس الشيء تتكلم عن الأماونت أوف دراج أو الهداس حقة دراج معين اللي تعطينا أفكت. هنا بعد في النقطة الأخيرة قال إن لما نقارن بين أنواع الأدوية، كل ما كانت الـ EC50 أقل، يعني كل ما كانت الجرعة حقة الدواء أقل، كل ما كانت البوتنسي حقتها أعلى. كمثال عليها اللي هو مثل ما شرحنا في السلايدة 22 اللي هو الرسمة اللي كانت موجودة. أو اللي هي السلايدة 21، هنا قال لنا أن الدواء A هذا الكونسنتريشن، تمام؟ الدواء A رغم أن الكونسنتريشن حقه قليل إلا أنه مفعولة نفس مفعول الدراج B والدراج C. فالدراج B مثلا هنا الكونسنتريشن حقه أعلى من الكونسنتريشن A، لكن A هنا مفعولها أعلى أو نفس المفعول لها، فأي اللي أفضل؟ أستخدم دواء بكميات كبيرة بينما في دواء ثاني أستخدم بكميات أقل ويعطيني نفس المفعول. عشان هالشكل قال أن دراج A يعتبر أفضل واحد من بينهم. هنا بعد قال لي أن الدراج with high potency have high affinity، تمام؟ واللي هو أن high potency معناته الدراج بكمية قليلة يسوي مفعول كبير، بما أنه بيسوي مفعول كبير يعني ارتباطه بالريسبتورز يعتبر عالي، بالتالي الأفينيتي حقتها عالية. هنا بعد قال لي potency is important for determining dosage. potency اللي هو يحدد مثلا الدواء له عدة جرعات، فيشوف كل جرعة من هالدواء إيش مدى تأثيرها للجسم. كمثال عليها الأسبرين، الأسبرين إحنا قلنا أو إحنا نعرف إنه مسكن للألم. فمثلا هنا لو قلنا إن في التابلت الواحدة فيه 300 ملغرام، لو أخذنا مثلا من تابلت إلى تابلتتين في اليوم، معناتها راح نسوي ريليفينج للهديك أو راح نسكن الصداع. ولو أخذنا بس 3 غرامات في اليوم فراح نعالج الروماتويد أرثريتيز. ولو أخذنا ربع إلى نص تابلت في اليوم معدل 75 إلى 150 ملغرام، فهنا راح يسوي بريفنشن للثرومبي والبلود كلوتينج. فهذا معنى الدوتنسي، إن كل كمية أو كل جرعة من دواء معين راح يكون لها different effect عن الجرعة الثانية. هنا رسمة توضح لنا كيف أنواع الأجونس قاعدة تشتغل. مثلا الأجونس العادي اللي احنا نعرفه هذا هو مفعولة، بالنسبة للبارتيال أجونس اللي هو ما يكون له مفعول 100% أو اللي هو يكون sub maximal effect، فهنا بيكون مفعولها أقل من الأجونس العادي. وبالنسبة للأتي فالأتي هي عبارة عن الأنتا أجونس أو اللي هو اللي no effect، فبالتالي بيكون الأفكت حقه صفر. أما بالنسبة للآي إيه، الآي إيه اللي هي عبارة عن الانفيرس أجونست، الانفيرس أجونست اللي هو الأجونست العكسي، يعني المفعول حقه جدا قليل وحتى مفعوله أقل من الصفر.
هنا بنرجع لإن repeated administration of drug results in diminished effect أو اللي هو يؤدي إلى التولرنس، يعني بما أحيانا لما أنا آخذ دواء بشكل متكرر يوميا أو مرتين في اليوم كل يوم، فمعناته إن أنا قاعدة أسوي repeated administration أو قاعدة آخذه بشكل مكرر، وهالشي ممكن يسبب لي تولرنس أو اللي هو خلاص يبدأ الإفكت حقه يقل في الجسم حتى لو إن أنا قاعدة آخذ على doses عالية. هالشيء اسمه تاكيفيلاكسيس. التاكيفيلاكسيس اللي هي عبارة عن التولرنس اللي تصير بسبب اني اخذ الدواء بشكل متكرر. بالنسبة للمصطلح الثاني واللي هو desensitization، فهو عبارة عن decreased response to the agonist after its repeated injection in small doses. يعني الفرق بينهم أن المصطلح الأول يصير فيه تولرنس مقاومة كاملة للدراج، على عكس المصطلح الثاني واللي هو بس عبارة عن decreased response، يعني عشان أحل المشكلة هذه بس أحتاج أني أزيد الجرعات. هالأشياء هذه تصير بسبب عدة أشياء، منها internalization of the receptors أو اللي هو مشكلة في الريسبتورز نفسها، خلاص صارت أنها ما تتحمل أنها ترتبط بالدراج مرة ثانية. بعد هنا قال أنه في نقطة ثانية lose of receptors، أو مثلا أن الريسبتورز يصير لها restriction أو أنها تنكسر أو تخترب، فبالتالي ما في شيء يرتبط مع الدراج. برضو هنا قال exhaustion of mediators أو أنه ما في transmitters توصل الدواء للريسبتورز عشان يرتبطون مع بعض. كمثال على هذه الريسبتورز اللي هو الكاتيكولامين. الكاتيكولامين هو عبارة عن كومبينيشن أو ميكستشر من الدوبامين والإبنفيرين والنور إبنفيرين، هذولا كلهم الثلاثة مع بعض يجتمعون ويكونون لنا هذولا أو هذه الترانسميتر. والترانسميتر هذا وظيفته أنه يعتبر كمدياتر أو كوسيط يوصل الدواء للريسبتور حقه، فلو اخترب هذه النيورو ترانسميتر بالتالي ما في شيء يوصل الدواء للريسبتور حقه. هنا بعد عندنا مصطلح لازم نعرفه في الفارماكولوجي واللي هو الإفكاسي. إفكاسي اللي هو أقدر أقول عنه أو أقدر أعرفه اللي هو highest أو أعلى response ممكن يوصله دواء معين. وهنا بعد لو قلنا عن دواء معين إنه low efficacy معناته إنه ما التفاعل حقه جدا بسيط أو جدا قليل. هنا قال إنه يعتبر clinically important حتى أهم من البوتنسي نفسها، البوتنسي اللي هي كمية الدواء اللي نحتاجه عشان نحصل effect. هنا بعد ذكرنا في النقطة اللي بعدها إن الدراج A و B اللي موجودين في الرسمة اللي تحت يعتبرون الإفكاسي حقتهم أعلى من الدراج سي مثل ما احنا شايفين في الصورة، بحكم ان هذول الدراجين او هذول الدوايين وصلوا لمرحلة اعلى من التفاعل، على عكس سي اللي هو الافكاسي حقيته تعتبر ضعيفة، بالتالي المفعول حقه يعتبر جدا بسيط. هنا بعد عندنا اللي هو التعريف الاخير واللي هو therapeutic efficacy اللي هو the capacity of a drug to produce therapeutic effect، يعني قديش الدراج او الدواء يقدر يحل لي مشاكل علاجية ويقدر يساعدني في اني أخلي البيشنت تطلع عليه outcome إيجابية. هنا في السلايد هذه ذكر لي بعض القوانين اللي متعلقة بالأفينيتي. الأفينيتي للتذكير اللي هي عبارة عن مقدار القوة بين الانترياكشن أو بين ارتباط الريسبتور مع دراج معين. فهنا قال لي أن العلاقة بين الدراج والريسبتور، بعدين حط لي هالعلامة هذه، نفسها لدراج ريسبتور كومبلكس، يعني لدراج إذا ارتبط بريسبتور معين بتكون في كومبلكس اسمها دراج ريسبتور كومبلكس، والعكس ممكن أحيانا يكون في لدراج ريسبتور كومبلكس تتفكك وتتحول وترجع مرة ثانية إلى دراج وريسبتور منفكين عن بعض. فهنا رجع اختصرها مرة ثانية اللي هي الدراج رمز لها بD، الريسبتور رمز لها بR، الدراج ريسبتور كومبلكس رمز لها بDR. في النقطة اللي بعدها تكلم لنا عن أن لما يكون الرياكشن فورورد يعني من دراج ريسبتور إلى كومبلكس أو إلى رابطة فهذا القانون حقها، أما لما يكون باكورد معناته من دراج ريسبتور كومبلكس إلى دراج ريسبتور متفككين عن بعض، برضو ذكر لنا قانونها. هنا بالنقطة الثالثة ذكر لنا أن سواء كانت العلاقة فورورد أو باكورد ف الكمية أو الريت حقهم بيكون إيكوال وبيكونون متساويين، يعني هذا الطرف يساوي هذا
الطرف. هنا بعد ذكر لي هذا القانون اللي هو تبع الكيدي. الكيدي هو عبارة عن رمز يرمز لي عن الانتر رياكشن بين أجونست معين أو دراج معين ومدى ارتباطه بالريسبتور. آخر شيء قال لي هنا أن الكيدي هذه اللي هي العلاقة هذه تساوي AEC 50. هنا بعد ذكر لي شغلة أن الأفينيتي تتناسب عكسياً inversely proportional to its disassociation. معناته أن الأفينيتي هنا تتناسب عكسياً مع الdisassociation. شنو معنى هالكلام؟ أول شيء معنى كلمة disassociation اللي هو لما ينفصل الأجونست عن الريسبتور، تمام؟ والأفينيتي اللي قلنا عنها اللي هي مقدار قوة ارتباط الريسبتور بالأجونست. ففي حال كانت الأفينيتي هنا عالية، معناته العلاقة بين الريسبتور وبين الأجونست بتكون عالية، فاحتمالية أن يصير بينهم ديس أسوسيشن وينفصلون عن بعض هي جداً بتصير ضعيفة، لأن العلاقة أصلاً بينهم قوية. فبالتالي هنا عشان هالشكل قال أنها علاقة عكسية. وفي النقطة الثانية ذكر لي العكس، لو كان عندنا low KD معناته بتكون عندنا high affinity. هنا بعد في النقطة الثالثة قال إن في عندنا فورمولا عشان نحدد من خلال الأفينيتي واللي هي هذه، ذكر لنا example عليها. آخر شيء قال إن كل ما كانت الأفينيتي أعلى كل ما كان الدراج سلكتيف أكثر ويرتبط بريسبتورز معينين، يعني ما يرتبط بأي ريسبتور. هنا بعدين رجع قال لنا إن not all drugs with affinity necessarily have efficacy، يعني مو بكل أو مو بأي دراج يقدر يتثبط بريسبتور معين وتكون العلاقة بينهم قوية في الأخير راح نلاقي effect أو راح يكون فيه مفعول. كمثال هنا ذكر لنا النوعين دواء. الدواء الأول اللي هو البيلوكربين واللي هو ارتبط بريسبتور معين، لكن وفي الأخير أعطانا اكتيفيشن أو صار فيه إفكاسي، على عكس الدواء الثاني واللي هو الأتروبين واللي هو نوع من أنواع النيورو ترانسميتر، برضو ارتبط بنفس الريسبتور لكن ما صار فيه اكتيفيشن. هنا قال both drugs have affinity but only بيلوكاربين has efficacy. هنا آخر شيء رجع عادها لنا من جديد واللي هي تعتبر نقطة جدا مهمة، إن الأنتاغونست have zero efficacy. وبالنسبة لهذه السلايدة هي تعتبر سلايدة مكررة شرحناها من قبل. هنا بعد شرح لنا كيف الأنتاغونيزم يشتغل. عندنا هنا عدة طرق ممكن يتفاعل فيها الأنتاغونيزم ويلغي الانتر رياكشن حق بعض الأدوية. عندنا اللي هو الطريقة الأولى والنوع الأول اللي هو الكيميكال أنتاغونيزم، واللي هو عبارة عن الكومباينينج بتوين تو دراجز، يعني من أساس الدوائين هم مفعولهم عكس بعض، فبالتالي يتفاعلون مع بعض في الجسم وكل واحد يلغي منهم مفعول الثاني. أما بالنسبة للنوع الثاني فهو الفارماكوكينيتيك أنتاغونيزم، واللي هو باختصار عبارة عن أنه يجي دواء الأول ويرتبط بريسبتور معين، فلما يجي الريسبتور الثاني ما بيقدر أنه يرتبط بالسيت أوف أكشن أو بالريسبتور بسبب أنه مأخوذ باي النظر الدراج. كمثال عليها رسمت هنا هالرسمة البسيطة، عندنا هنا مثلا السل ممبرين، هذا الريسبتور موجود هنا، فجاء الدراج الأول أخذ الريسبتور اللي موجود عليها، ولما جاء الدراج الثاني ما قدر أنه يرتبط بالريسبتور بسبب أنه مأخوذ من الدواء الأول. هنا بالنسبة للنوع اللي بعدهم اللي هو non-competitive antagonism، واللي هي عبارة عن نوع من أنواع الانتاغونيزم يشتغل من خلال إنه أول شيء يجي الدراج الأول يرتبط بريسبتور معين، ويجي الدراج الثاني ويرتبط مع ريسبتور ثاني على نفس الخلية، ويحاولون يتنافسون اثنينهم يستخدمون السيلولر إيفنت علشان إنهم كل واحد يحاول يبطل المفعول الثاني من خلال الخلية اللي هم مرتبطين فيها. عشان هالشكل سموهم نون كومبتيتيف، هم ما يحاولون يتقاتلون مع بعضهم يلغون بعضهم مثل النوع الأول، لا، هم يرتبطون بهدوء مع الخلية ويتنافسون في الخلية نفسها ويحاولون يأثرون على الخلية، كل واحد يأثر على الخلية من ناحية معينة إلى أن واحد فيهم يلغي.
وهنا بالنسبة للفسيولوجيكال أنتاغونيزم تقريبا يشبه الكيميكال أنتاغونيزم، بس الفرق بينهم أن الكيميكال بيكون في سولوشن أو يكون الدراجز نفسها تكون سائلة، أما بالنسبة للفسيولوجيكال أنتاغونيزم فهو عبارة عن interaction of two drugs who is opposing action. يعني من الأخير كل دواء عكس الثاني، ففي الأخير الجسم بيحاول أنه يكنسلهم اثنينهم ويطلعهم برا الجسم. هذا السلايد نفس الشيء سبق وشرحناها مكررة مع سلايد 27. هنا تكلمني في حال ان البيشنت قاعد ياخذ ادوية ونوع الانترياكشن بين هذول الادوية هو كومبتيتيف انتاغونيزم، فهنا شرح لنا انه قال ان the amount of tissue response to an agonist reduces، يعني انه واحد من مفعولات الدواء او الاغونست ممكن راح يقل مفعوله بسبب وجود شيء مضاد وشيء قاعد يهبطه، فاحنا بيكون الهدف حقنا ان احنا نخلي الريسبونس كارف او الريسبونس حقت البيشنت باختصار انها تكون للرايت او انها تزيد باختصار، فكل اللي علينا نسوي ان احنا نحاول او نسوي بروفايدنج للانتاغونيزم از ريفرسبل، يعني نحاول ان احنا نشتغل بعملية عكسية مع الانتاغونيزم ونحاول ان نهبط مفعولة ونزيد مفعول الاغونست. فهنا قال ان كلنا نحتاج ان احنا نحاول نزيد الكونسنتريشن حق الاغونست او ان احنا نعطي كميات اكبر من الدواء علشان يسوي overcoming حق الكومبتيشن او اللي هو يفوز في التفاعل اللي بيصير، بالتالي راح يصير الكارف حقنا right word shift وراح يزيد المفعول حق الدواء. هنا بعد في الرسمة هذه وضح لي الفرق بين ان الاغونست او الدواء لحاله ولما يكون مع انتاغونيزم كيف راح يقل المفعول حقه. هنا تكلم لي عن الدالز ريشو واللي هو المعادلة اللي أنا بحتاج أني أستخدمها في حال أني احتجت أسوي العملية اللي شرحتها قبل شوي، اللي هو في حال أني احتجت أزيد الكونسنتريشن حق الأغونست، فأنا راح أستخدم هذه المعادلة عشان أنا أشوف قديش أنا راح أزيد. هنا بعد رجع قال لنا أن الدواء مع الوقت الإفكت حقه ممكن يصير له ديمنش أو يبدأ يقل، يعني لو أنا قاعدة أخذ الدواء بشكل continuous ممكن مفعول الدواء مع الوقت ما يبدأ يطلع لي أي استجابة. هنا في عدة مصطلحات لازم نفرق بينهم للاستجابة هذه أو لقلة الاستجابة هذه، وسبق تكلمنا عنهم، مثل المصطلح الأول واللي هو التاكفيليكس واللي هو عبارة عن إنه عبارة عن قلة مفعول الدواء والمفعول هذا فجأة يقل في الجسم rapidly over a few minutes. أما بالنسبة للتولورنس، التولورنس هذه تتطور في الجسم develops over days or weeks. بالنسبة للمصطلح اللي بعد الريفراكتورنس واللي هو loss of therapeutic effect واللي هو أنه يبدأ الدواء خلاص ما يعالج الأمراض اللي فيني أو ما يسوي مثلا relief للبين أو ما يسوي المفعول اللي إحنا متوقعينه منه. وبالنسبة للدراج ريسيستنس فهو مثل ما قلنا من قبل ان الدراج not effective anymore. هنا في السلايدة هذه تكلم لي عن ان كيف انا بحسب الدوز او الكونسنتريشن اللي انا احتاجه من الدواء لبيشنت معين. قال لي هنا ان الافرج ادولت او خلينا نقول عندهم الناس او الناس البالغين اللي وزنهم طبيعي أو وزنهم ideal أو وزنهم في الرينج المعتاد، فنحن نقدر نستخدم لهم هذه المعادلة. أما بالنسبة للناس الأوبيس وللناس اللين اللي هم الناس النحاف والناس الchildren فهم لهم حسبة خاصة، وهذه الحسبة نستخدم فيها body weight اللي هي هذه المعادلة. وبرضه ممكن نستخدم معادلة الإيج عشان نحسب الكونسنتريشن أو الدوز حقة الدواء، خصوصا أو إن إحنا نقدر نستخدمها حتى مع الأطفال من خلال هذول المعادلات. هنا شرح لي بعض الأسباب اللي توضح لي ليش الريسبونس حق الدواء، الإفكت حق الدواء يصير له ديمنشينج مع الوقت أو يبدأ إن الجسم
ما يستجيب له. مثلا هنا قال change in receptors، أن تتغير المستقبلات أو تتدمر، فبالتالي الدواء ما يقدر يرتبط فيها، فبالتالي ما نلاقي مفعول من الدواء. أو مثلا exhaustion of mediators اللي هي الوسائط اللي توصل الدواء للخلية المطلوبة، ممكن نفسها هي تكون متدمرة أو تكون مثلا في حالة إرهاق وتعب، فبالتالي الدواء ما يقدر يوصل للخلية اللي هو يبيها.